يا صباح الخيرات على كل حضراتكم السيدات والساده متابعينا ومشاهدينا في كل مكان. اهلا بكم في بدايه يوم جديد وبالتالي بدايه حلقه جديده من 10 الصبح في الاهلي ان شاء الله تسعدوا معانا في حلقتنا النهارده. اهلا بيك صباح العسل. اهلا بيك. اهلا 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 بيكم. صباح الخير والفل على حضراتكم جميعا وحلقه جديده وتاني يوم في الاسبوع 10 الصبح في الاهلي. لكن اسمحوا لنا احنا للاسف الشديد طبعا هنبدا وننعي انفسنا لان امبارح رحلت يعني فنانه كلنا بنحبها واحنا صغيرين يعني كانت هي دي يمكن رمز الكوميديا النسائيه في مصر حقيقي ويمكن في الوطن العربي كمان الراحله الجميله سهير البابلي او باكيزه هانم. يعني امبارح ناس كتير كانت تنعيها برده باكيزه هانم الدرامالي زي ما تقول سلسله المسلسلات كمان والافلام اللي كانت بتعملها اللي لحد دلوقتي احنا فاكرين حتى كلام منها. بجد فنانه اكثر من رائعه الله يرحمها يا رب. بس امبارح فعلا كان في حزن شديد جدا والله. يعني بص انا ما بعرفش اقول ايه في الظروف اللي زي كده وخصوصا ان احنا بنتكلم على ايقونات للفن مش مجرد فنانين عاديين عمالين يرحلوا فعلا واحد ورا كل يوم والتاني تسمعي خبر حزين في هذا الاطار. يعني ده حال الدنيا يعني ما حدش يغري على اللي خلقه سبحان الله ولكن برضه بتبقى في معزه كده ويبقى في خلي بال حضراتكم في فئه معينه من الفنانين المشاهدين بيتعاملوا معهم على ان هم حد من اهل البيت صح مش مجرد صح نجوم بيتابعوهم ويتفرجوا على افلامهم. في كاريزما شديده الخصوصيه طبعا كانت بتتمتع بها الراحله العظيمه سهير البابلي رحمه الله عليها واللي طبعا اثبت الفن المصري مسرحيا وسينمائيا وتلفزيونيا بكثير جدا من الاعمال وكثير من الشخصيات اللي ما تتنسيش. يعني بنتمنى طبعا لكل اهلها الصبر والسلوان وربنا يرحمها ويتغمدوا برحمته الواسعه يا رب ان شاء الله. امين يا رب. طبعا رمز يعني كبير من رموز الفن المصري والعربي ربنا يرحمها. امبارح كان كمان الكلام اللي اتكتب فيها من زملائها وتحديدا كمان فنانة الجميلة سعاد يونس الواحد زعل يعني اصل هم كمان خلي بالك اصحاب من سنين صحيح. طويلة جدا مش فكرة بس كانوا بيمثلوا مع بعض لا هم اصحاب فعلا. فكلمات اللي هي كانت كاتباها امبارح يعني طبعا. انا اتضايقت لما قريتها فعلا يعني تحس قد ايه هي كانت متألمة وخصوصا هي كانت مسافرة كمان تقول ان هي تلقت الخبر وهي في الخارج يعني طبعا. لا بصي بعدين في ناس معينة كمان لازم تروحي كده وتقري البوستات اللي هم كاتبينها حد زي مدام اسعاد يونس نظرا لطبعا التاريخ الطويل المشترك ما بينهم باكيزه وزغلول زي ما باكيزه وزغلول ده كافي اصلا. لازم كمان تقري البوست اللي كان كاتبه الفنان احمد بدير اللي برده كان طبعا طرف رئيسي في نجاح طبعاً. مسرحيه ولا اجمل ولا اروع وكلنا ما ننساش سهير البابلي في هذا العمل المسرحي طبعا مسرحيه رايه وسكينه. فالناس كلها متضايقه الحقيقه بس نرجع ونقول ادي حال الدنيا ادي حال الدنيا. وزي ما بنقول دايما الشخص بيرحل لكن اكيد تاريخه وذكراه واعماله هي اللي بتبقى. نبدا بقى النهارده ونعرف حضراتكم الفقرات اللي معانا. فقره اولى هتكون معانا يعني عن لعبه البادل. البادل مؤخرا انتشرت على فكره كمان في مصر ويعني ناس كتيره جدا بقت تحب ان هي تجرب حتى على سبيل الهوايه. فهنتكلم عن لعبه البادل مع رئيس اتحاد البادل المصري بس هذا الاتحاد هو لسه تحت التاسيس. الفقره الثانيه هيكون معانا الاستاذ ايمن جلبرتو مدير تحرير يلا كوره وملف بقى مفتوح جدا والكره العالميه وكلام كتير جدا كمان تحديدا الملف الابرز يمكن هيكون عن مانشستر يونايتد وماذا بعد سولشاير مين اللي جاي من هو القادم الناس عايزه مين كريستيانو رونالدو نفسه رشح مين. بس خلينا نبدا طبعا بالاهلي واخبار الاهلي وماتش النهارده بالتحديد يا حضرات مع غزل المحله. طبعا احنا لغايه دلوقتي لعبنا 4 جولات حققنا الفوز فيهم كلهم الحمد لله وبالتالي حققنا العلامه الكامله. ابتدينا الموسم بشكل كويس جدا عملنا انتصارات بالاربعه وبالخمسه. عايزين بس نقول ان مفيش دوري يعني ماتش في الدوري مضمون لاعتبارات كتير السنه دي والموسم ده بصفه خاصه كل الفرق زي ما انت شايفه صح. كله متقل السكواد بتاعه العيار بالظبط فنتج عن ده غزاره تهديفيه صحيح. في كتير من الماتشات فما نقدرش نقول ان في ماتش خلاص مضمون ونحطه كده يعني ايه ناخده من المسلمات. الكلام ده مش هينفع على الاقل في الموسم ده عشان كده مطلوب جدا الاستمرار في الفوز اللي ابتدينا بيه واللي ابتدت بيه لعيبه النادي الاهلي والفريق اللي طبعا الكامل والجهاز الفني هذا الموسم قبل ما ندخل فتره التوقف الدولي اللي هتنتهي مع نهايه شهر ديسمبر. طبعا يعني اكيد المسؤوليه مش قليله لكن احنا واثقين في لعيبتنا وفي جهازنا الفني وبيتسو موسيماني وان شاء الله يسعدونا باذن الله. انا بتفق معاك يا كريم جدا وكمان مش سهل ان انت بتتكلم انك بتخرج من يعني فتره توقف دولي وترجع تاني يعني بعد كده بنفس المستوى طبعا. يعني الموضوع محتاج اكيد شغل كتير محتاج كمان تركيز ويعني دعم من الجهاز الفني خصوصا كمان احنا مش بنتكلم او مش بيكون معانا في كل القوائم الاساسي في كل ماتش لان احنا عندنا زي ما حضراتكم عارفين لاعبين دوليين بتشارك مع منتخبات كمان بلادها فدي نقطه. والحاجه الثانيه اللي عايزين ناكد عليها كمان جماهير بقى جماهير الاهلي
عالية كريم، أصبحت أعتقد كمان عندها وعي كبير جدا ضد أي شائعات بتتقال عن الفريق، وهي كمان اللي بتتصدى. يعني كنا في الأول بنلاقي لا في ناس بتصدق، ناس تقول لك ده إزاي، ناس بتنساق ورا كلام بيتقال، بس الحاجة الحلوة اللي احنا بقالنا فترة متابعينها دلوقتي لا خلاص جماهير الأهلي أصبحت عندها وعي كبير جدا، أي حاجة بتتقال بيبقى مفهوم هي ليه بتتقال دلوقتي وقبل أي مباراة تحديدا وأي بطولة، خلاص احنا بقينا فاهمين الكلام ده. فيعني على كل حال مش كل استبعاد برضو، لو احنا هنرجع للنقطة دي اي استبعاد لاي لاعب من قائمة اي مباراة، يعني نلاقي بقى العناوين اللي نازلة اللي تضحك بصراحة، مش عارفة مين بيطلب رحيل مين، موسيماني بيرحب برحيل مش عارف مين، أزمة جديدة في فريق كرة القدم مش عارف ايه، يعني حاجات كلها بقت خلاص مقررة ومحفوظة. فالنقطة اللي احنا عايزين نركز عليها ان الوعي اصبح موجود، احنا عايزين نركز دلوقتي وندعم الفريق ده اللي احنا نعرفه، غير كده ما اعتقدش ان هو ليه مجال. يعني ما دي بقى شوية التحابيش بتاعت السوشيال ميديا والمواقع اللي مش لاقي يعني عدد مرضي من وجهة نظرها للمتابعين، فيضربين لك اي عنوان كده ايه فرقعة، لا يقول لك ايه الحصري عندي، تعال خد المعلومة من عندي، مين حضرتك عشان اخد معلومة منك، ما احنا بناخد معلومه عن النادي الاهلي لازم ناخده من المصدر بتاعنا، يعني مش اي حد يتكلم وخلاص. والمصدر بتاعنا مش اي مصدر، النادي الاهلي بكيانه الكبير ومنظومته الاحترافيه اللي طبعا اصبح بالتالي هو ضيف نقدر نقول شبه دائم في كاس العالم للانديه. اكيد لما النادي الاهلي يحب ياخد قرار مش هياخد القرار ده في يوم وليله، يعني في منظومه يا حضرات، في مجلس اداره، عنده لجنه تخطيط، عنده جهاز فني، عنده مدير كوره، والاهم من ده كله عنده سياسه استقرار اهم دوافعها دعم كل الفرق الرياضيه سواء كانت الجماعيه او الفرديه. عشان كده بنتمنى ان يتم تناول اي اخبار متعلقه بالنادي الاهلي بشيء من الموضوعيه اكثر من الهتله اللي احنا بنشوفها بالفتره الاخيره. وعلى فكره زي ما انت بتقولي فعلا الجمهور يعني ما بقاش حتى بينزعج من اي اخبار بتنزل على السوشيال ميديا، وعنده ثقه كبيره جدا في فريقه وفي جهازه الفني، والكم الاكبر من جماهير النادي الاهلي، مش هقول الكل هنقول الكم الاكبر، عارف كويس جدا ان اي خبر متعلق بالنادي الاهلي بلعيبه النادي الاهلي بالجهاز الفني في النادي الاهلي، اي خبر يخص الملفات دي يعرفها من النادي الاهلي مباشره. بس كده سلام سليم 100%. نروح بقى لقائمه الفريق، والحاجه الحلوه فيها ان احنا الحمد لله القائمه عندنا يعني خاليه من الاصابات، الحمد لله ده اللي احنا كنا بنرجوه وبنأمله من يعني بدايه الموسم، فاحنا ما عندناش اي اصابات حتى هذه اللحظه. فخلينا نقول لحضراتكم برده يعني القائمه ازاي، واعلنها موسيماني ان شاء الله الماتش هيكون الساعه 5:30. يعني ضمت القائمه محمد الشناوي، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم، حسام حسن، محمد شريف، وليد سليمان، ايمن اشرف، بدر بنون، حسين الشحات، اليو ديانج، علي لطفي، عمرو السوليه، محمد مجدي قفشه، علي معلول، بيرسي تاو، اكرم توفيق، كريم فؤاد، لويس ماكسيوني، ومحمد هاني، ومصطفى شوبير، واحمد عبد القادر، وعمار حمدي. بنفكركم برضو ان الاهلي متصدر يعني قمه الدوري، بنتكلم برصيد هنا 12 نقطه جمعها من الفوز في 4 مباريات وتحقيق العلامه الكامله الحمد لله بعد تحقيق الانتصار على كل بنتكلم من الاسماعيلي والبنك الاهلي والزمالك والمقاولون يعني العرب. على الصعيد الثاني احنا بنتكلم بقى هنا ان غزل المحله متصدر الرابع يعني في الجدول هو الرابع، ففي اكيد فروه تعادل في ماتشين وفاز في ماتشين، بس برضو احنا بنتكلم في الاول وفي الاخر احنا ملناش دعوه بالترتيب، احنا لينا دعوه ان دي مباراه اكيد قويه جدا. الاهلي مستعد طبعا، موسيماني بيشتغل على نفسه دايما وبيبقى بيدرس الفريق الاخر، وده اللي حصل بالفعل، يعني كان في دراسه لنقاط القوه والضعف والتركيز على يعني التكتيك زي ما بتقال كده بتاع غزل المحله، وايه اللي بيعتمد عليه ل تسديد مثلا اجوال او ان هم زي ما بتقال كده يقفلوا على الفريق الاخر، كل الحاجات دي يعني موسيماني مذاكرها كويس، عارفها كويس، زي ما كنا بنتابع امبارح مع مراسلنا كريم احمد، هو اتكلم ان يعني موسيماني قعد كتير جدا وعمل عقد اجتماعات كتيره جدا مع الفريق علشان يقدر ان هو كمان يخليهم يفهموا كويس قوي لعب غزل المحله ماتش بماتش، احنا بنتكلم مالناش دعوه باللي فات، فكل التوفيق ان شاء الله في اللي جاي. يعني نروح بقى على مانشستر يونايتد، وانا هقول بس مجرد العنوان واسيب لك انت التفاصيل. امبارح كل عشاق وكل جماهير وكل محبي المانشستر يونايتد على التايم لاين في كل وسائل التواصل الاجتماعي عاملين فرح بلدي بالمعنى الحرفي للكلمه يا حضرات، واليكم بالتفاصيل. بص يعني انت بتتكلم هنا عشان سولشاير طبعا
طبعا. بص هو طبعا يعني دي نقطه مهمه جدا، وناس كتير زي ما احنا قلنا كانت منتظره ايه اللي هيحصل، طب وايه اللي جاي، ومش مهم برضو، هخليني اقول لك بقى لو انت هتاخد رايي، مش مهم مين اللي جاي على قد ما يكون في يعني قدر او قد القيمه الفنيه لتدريب. مش هقول هنا بقى مانشستر يونايتد، هقول رونالدو بصراحه. يعني الراجل بقاله كام ماتش في دوري ابطال اوروبا زي ما حضراتكم شايفين، شايل يعني ليله وشايل مانشستر يونايتد معنى الكلمه يعني. ففي تخبط، لكن في تخبط من المدرب، المدرب اللي هو سولشاير طبعا، فعلشان كده حصل تراجع، وعلشان كده حصل غضب من الجماهير، وعشان كده حصل القرار بإقالته. فهي امور يعني بتجيب بعضها زي ما بتقال. طيب برضو على السوشيال ميديا يا كريم، مين اللي اتكلم ان دلوقتي الافضل ان هو يدرب مانشستر يونايتد بعد رحيل سولشاير؟ الناس مياله شويه على السوشيال ميديا، وان كان برضو ده ميول رونالدو شويه برضو، وهو فكره زيدان. زيدان ربما البعض بيشوفه هو المدرب المناسب لمانشستر دلوقتي، بس مش ده السؤال بقى. هو السؤال اصلا زيدان هيرضى ان هو يدرب مانشستر يونايتد؟ بنتكلم ان دلوقتي يعني هو اسم كبير طبعا، لكن مانشستر يونايتد بيمر بمرحله عدم اتزان غير مسبوقه، فخصوصا برضو احنا عارفين ان يعني زيدان كان حابب جدا يدرب منتخب فرنسا، يعني دي حاجه كلنا عارفينها. فالواضح هيبقى ايه الفتره اللي جايه، اكيد هيبان، ولكن يعني اسمه برضو زيدان اسم كبير اعتقد أكيد جدا. والتحدي ده يليق بقيمه واسمه وتاريخ زيدان برضو. يعني ما اعرفش هو هتبقى حسبته ايه، بس هو مبدئيا لحد دلوقتي كل التقارير الصحفيه بتشير الى ان النادي تواصل بالفعل مع زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الاسباني السابق. لكن وشويه من الحاجات اللي كانت ملفته للانظار ان صحيفه من ضمن الصحف توقعت ان زين الدين زيدان هيرفض، صحيفه اسمها كادينا، صحيفه اسبانيه، قالت ان زوجه، بص يعني السبب ايه بقى؟ مش زيدان نفسه، خلي بالك، مدام زيدان يعني زوجه زيدان لا ترغب في العيش في انجلترا. وانت مش سائل بينا، لا مش الغرض، احنا اصحاب القرارات يا بيه، ده فرق ولعيبه وجماهير بتتابع وملايين بتتدافع. مش هينفع كده يعني. يقال والله اعلم ان زوجه زيدان لا ترغب ان هي تعيش في انجلترا الى جانب وجود الحاجز اللغوي، وده بيبرر رفض زيدان لتدريب الشياطين الحمر. طب يا ترى هيوافق مش هيوافق؟ هنعرف ده اكيد خلال الساعات القادمه اكيد. لكن مانشستر يونايتد اعلن بشكل مؤقت تولي مايكل كاريك مسؤوليه تدريب الفريق. وطبعا بنفكر حضراتكم ان اقاله سولشاير جت بعد الخساره المريره امام واتفورد بنتيجه 4-1، ودي مش اول خساره، دي الخساره الرابعه في المباريات الخمسه في الدوري، اللي يتجمد طبعا رصيد الفريق عند 17 نقطه في المركز السابع الذي لا يليق بالمره مع اسم وتاريخ هذا الفريق وهذا النادي. بص انا بتفق معاك، ولو اتكلمنا او فتحنا موضوع اكبر يعني عن التجربه الشبابيه في العالم، لسه برضو هي مش مضمونه بشكل كبير جدا. يعني على سبيل المثال يا كريم، لو اتكلمت عن بيرلو، هو ما نجحش مع اليوفي قوي، ونفس الكلام لامبارد مع تشيلسي، وميكال ارتيتا مع ارسنال، يعني كان ماسك في خناق كلوب زي ما حضراتكم عارفين كمان اول امبارح، كانت حاجه غريبه جدا. ولسه هنشوف يعني شافي طبعا مع البارسا، يعني الدنيا لسه فيها بعض الغموض، فهيبان على كل حال الفتره اللي جايه، وهل التجربه الشبابيه فعلا هتنجح ولا لا، ده اللي هيثبته يعني او هتثبته الفتره اللي جايه. على كل الاحوال الحاجه الاكيده ان المنافسات في الدوريات الاوروبيه المختلفه هذا الموسم بصفه خاصه يعني شكلها مختلف عن قبل كده، يعني في اكتر من فريق ما تقدروش حضراتكم تستنتجوا مين اللي هيصل للنهايه. يعني قبل نهايه الدور الاول في البريمير ليج مش يعني صعب نحدد مين الاقرب، هل هو تشيلسي، هل ليفربول، هل مانشستر سيتي. في ايطاليا الدنيا مولعه بالمعنى الحرفي بين قطبي ايطاليا ميلانو وانتر ميلان، وطبعا معاهم نابولي اللي بالمناسبه خسر امبارح من انتر ميلان في مباراه دراماتيكيه بنتيجه 3-2. اكيد هنتكلم بشكل اكبر وموسع عن الكره العالميه من خلال فقرتنا الحواريه الثانيه في حلقه النهارده ان شاء الله. ننتقل بقى لموضوع او ملف تاني، وحاجه مشرفه جدا، وزي ما احنا توقعنا حقيقي فوز وميداليات كتيره في منتخب مصر او من منتخب مصر للكاراتيه اللي احتل هنا، بنتكلم المركز التاني في بطوله العالم اللي استضافتها الامارات، ويمكن اتكلمنا برضو عن الخبر ده بالامس، ولكن ده الجديد بقى. نتكلم هنا ان حقق لاعبي مصر المركز التاني في الترتيب العام للبطوله، طبعا انجاز تاريخي يعني غير مسبوق، ده خلف منتخب اليابان المتصدر، حصدوا هنا بنتكلم 8 ميداليات متنوعه، 3 ذهبيات، فضيتين، 3 برونزيات، ومش كده وبس، كمان منتخب مصر توج بلقب بطوله العالم للكاراتيه لاصحاب الهمم، يعني بجد بجد بنقعد نقول الفئه ومش الفئه، لا الفئه دي هي اللي بتشرفك
الفئه دي بترفع اسم مصر في المحافل الدوليه، فحاجه بجد يعني محترمه جدا. وتفوقوا، خليني اقول لحضراتكم كمان على يعني الفئه اللي بتاعتنا دي اللي احنا بنتكلم بيها واللي البعض بيقلل منها، تفوقوا على منتخبات اسبانيا وعلى المجر وعلى رومانيا وامريكا وفرنسا والبرازيل وايطاليا والمانيا واذربيجان والبرتغال واوكرانيا. في كده عظمه، في كده عظمه، فحاجه فعلا فعلا مشرفه. وكمان من ضمن النتائج الرائعه جدا ان منتخب مصر للسيدات الكاراتيه اللي هي الكوميتيه توج بذهبيه بطوله العالم بعد كان كمان عروض قويه جدا من الفريق المصري ده على مدار مشواره طبعا بالبطوله، ويضم منتخب مصر كمان الثلاثي هنا في ريال اشرف صاحب ذهبيه اولمبياد طوكيو طبعا، ومنا شعبان وسهيله ابو اسماعيل. فحاجه يعني هقول ايه، مش هنقول حاجه بقى خلاص، باختصار عشان الوقت. عظم على عظم على عظم. طيب خلينا نطلع فاصل سريع ونرجع اخبارنا مع حضراتكم، لسه ما خلصتش. طيب يعني احنا تلقينا خبر قبل الفاصل حبينا ان احنا ما نعلنش عنه غير لما نتاكد، والخبر للاسف الشديد اصبح يعني مؤكد حاليا. فخليني اقول لحضراتكم الزميله الاعلاميه اسماء مصطفى يعني توفت من يعني دقائق، زوجة طبعا النائب ايمن ابو العلا. حاجه محزنه جدا، يمكن يعني هي من الاعلاميات كمان اللي كانت متميزات جدا، لكن في الفتره الاخيره هي كان يعني اصيبت بمرض السرطان للاسف، هذا المرض اللعين يعني كان سبب في وفاه اشخاص كتير جدا في العالم. ربنا بجد بقى يرحمنا ويرحمها يا رب، ويصبر زوجها ويصبر اهلها. يعني اسماء كانت من الاعلاميين الجمال جدا، الواحد والله انا مش عارفه استوعب ايه اللي بيحصل، عارف يعني يمكن ما كناش قريبين قوي، بس كانت شخصيه جميله، كنا بنتقابل في مؤتمرات، كنا بنتقابل في مناسبات مختلفه يعني، وهي صغيره في السن. ربنا يرحمك يا اسماء، والله الواحد مش عارف يقول ايه يعني. لا نملك غير ان احنا نقدم طبعا خالص التعازي لزوجها ولاسرتها، وربنا يعني يتغمدها برحمته الواسعه ويجعل قبرها روضه من رياض الجنه يا رب العالمين. يعني مش عارفين نقول ايه الحقيقه، يعني سبحان الله. نرجع ونقول برضو تاني امر الله ولا رد لقضاء الله، ولكن يمكن حتى على صعيد الاعلاميين والاعلاميات الاسبوعين ثلاثه اللي فاتوا لوحدهم، يعني كل يوم والتاني نسمع عن خبر حزين شكلي لحد من الناس اللي هم يعني محبوبين جدا، فرحمه الله على الجميع. خلينا نتابع مع حضراتكم اخبار النادي الاهلي وفرقه المختلفه، ومراسلتنا منى ابراهيم من مقر النادي الاهلي بالجزيره. منى صباح الخير عليكي، اتفضلي سامعيني. يا صباح الخير عليك يا هواندا، صباح الخير عليك يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. يوم جديد يبقى اكيد اخبار اهلاويه رياضيه كمان جديده، ومن هنا من المقر الرئيسي للنادي الاهلي فرع الجزيره موجوده لاطلاعكم على اخر وابرز الاخبار الرياضيه والنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه اللي ابرزها النهارده. فريق كرة القدم اللي سافر امبارح إلى المنصورة للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمباراة اليوم أمام المحلة، في المحلة اللي هتبقى إن شاء الله الساعة 5:30 مساء. ودلوقتي حالا يبتدي تدريب اللعيبة اللي خارج قائمة مباراة اليوم، يعني تحت طبعا قيادة أخصائي تأهيل طارق عبد العزيز. اللعيبة هم حمدي فتحي، حمزة علاء، محمود وحيد، محمود متولي، طاهر محمد، طاهر أحمد، نبيل كوكا، محمود كهربا، محمد محمود، وصلاح محسن. يعني يمكن احنا عارفين كلنا ان الفريق طبعا متصدر الدوري ب 12 نقطة، فاز على الأربع مرات اللي فاتوا، ان شاء الله النهاردة كمان ال 12 يبقوا 15 نقطة. عايز أقول لك يا نهاندي كريم ان مش بس فريق كرة القدم المتصدر الدوري، كمان سيدات اليد متصدرين ب 33 نقطة بعد فوزهم على 11 مباراة متتالية. التدريب النهارده لسيدات اليد الساعه 6 مساء على استاد القاهره استعدادا لمباراه منوف اللي هتبقى على ملعب منوف كمان يوم السبت القادم ان شاء الله من منافسات الدوري. للاسف الفريق عنده اكتر من اصابه، هيبقوا بعاد عن الفريق وتدريباته ومبارياته الفتره القادمه، يعني ابرزهم امنيه خالد اللي عندها خلع في الكتف من فتره، لكن للاسف هيستمر حتى يناير القادم. كمان شهد الشواربي اللي عندها التواء في الكحل، لكن ان شاء الله خلال اسبوع من دلوقتي هتكون جاهزه لخوض التدريبات الجماعيه مره ثانيه مع الفريق. اللي كمان هيبقوا مش موجودين في الفتره اللي جايه مع الفريق اللاعبه المحترفه التونسيه للفريق سندس حشانه اللي سافرت لانضمام لمعسكر منتخب بلادها تونس للمشاركه في كاس العالم اللي جاي ان شاء الله.
والى السله الحمراء بقى اللي بتواصل انجازاتها هذا الموسم بعد طبعا فوز رجال سله الاهلي بدوري المرتبط. كمان سيدات الاهلي للسله بيواصلوا انجازاتهم الكبيره جدا، فازوا امس على مصر للتامين في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط بنتيجه 74-95. كمان بنات الاهلي قبلهم كانوا فازوا ايضا على مصر للتامين بنتيجه 76-62. وإلى بقى قطاع كرة الطايرة في النادي الأهلي، رجال كرة الطايرة النهاردة بيستعدوا لمباراة ودية مهمة مع بتروجيت الساعة 8 مساء على ملعبهم. يعني آخر ودية لعبها الفريق كانت كمان مع بتروجيت من يومين فاز عليها النادي الأهلي، دي الودية الثانية مع بتروجيت لهذا الموسم. الجهاز الفني طبعا منتظر اجتماع اتحاد كرة الطايرة يوم 28 نوفمبر الجاري علشان يحددوا فيها كل مباريات الموسم ده هتبقى امتى وجدول المباريات كلها هتبقى مع مين ومواعيدها بالظبط ايه. عايزه كمان اطمنكم على لاعب الفريق احمد قطب اللي كان اشتكى من مزق في العضله الضمه، يمكن دي من الاصابات اللي بتطول شويه، بتكون سخيفه بالنسبه للعيبه بتطول، يعني هو كان اشتكى منها من شهر ولكن لسه قدامه ان شاء الله اسبوعين علشان يقدر يستعد او يستأنف تدريباته الجماعيه مع الفريق مره ثانيه ان شاء الله. اما بقى عن سيدات الطايره، مباراه عندهم النهارده ايضا مباراه وديه الساعه 6 مساء مع وادي دجله، ودي الوديه الثالثه للفريق. طبعا كابتن حمدي الصوفي بيواصل تجهيز لاعبته بشكل بدني وفني جيد جدا استعدادا لخوض كل مباريات هذا الموسم، وان شاء الله الفوز بيها كل مباريات الموسم ده ان شاء الله تبقى من نصيبهم. يعني انا هوندي كريم بشكركم جدا على المتابعه، بشكر كل المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي ايضا على المتابعه. دي كانت كل اخبار النادي الاهلي وفرق الرياضيه المختلفه من داخل المقر الرئيسي بالنادي الأهلي. بشكركم جدا، العودة إليكم مرة تانية في الاستوديو، تفضل. بشكرك أيضا على التغطية الرائعة لأخبار النادي الأهلي مختلفة يا منى، شكرا لك. نروح مع حضراتكم على مقر جريدة البوابة نيوز وزميلتنا العزيزة هنا أبو القاسم اللي هنتابع معها أهم الأخبار الرياضية في كل الصحف والمواقع. هنا صباح الفل عليك، تفضلي، احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الأهلي، ومن داخل مقر البوابة نيوز هاخدكم في جولة لأبرز وأهم الصحف الرياضية الصادرة اليوم. البداية من جريدة المساء، 11 ذهبية وثلاث فضيات وبرونزيتين لمصر في البطولة العربية لدرجات المضمار. يعني طبعا حصل منتخب مصر على 11 ميدالية ذهبية وثلاث ميداليات فضية وبرونزيتين في اليوم الثاني لمنافسة البطولة العربية لدرجات المضمار. البطولة طبعا بتقام هنا في مصر بمضمار الدرجات الدولي باستاد القاهرة، وهتستمر فعالياته حتى يوم 23 نوفمبر الجاري. يعني طبعا البطولة بتشهد مشاركة 17 دولة تحت رعاية دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وأيضا تحت إشراف الاتحاد العربي للدرجات برئاسة الشيخ فيصل بن حميد القاسمي. يعني الحقيقة مصر أصبحت بارعة في تنظيم البطولات، والحقيقة طبعا دي حاجة مشرفة جدا. ومن جريدة الشرق الأوسط، 10 منتخبات مرشحة للفوز بالكاس الذهبي قبل عام من انطلاق مونديال 2022. يعني قبل انطلاق كأس العالم 2022 بعام كامل حسم 12 منتخب تأهلهم بجانب الدولة المضيفة طبعا قطر، وحافظ جميع المتأهلين لدور نصف النهائي لكأس العالم النسخة الماضية 2018 على مقاعدهم، وانضم ليهم طبعا أبطال العالم السابقون الأرجنتين البرازيل وألمانيا. من جانب آخر، فشل البطل النسختين السابقين لكأس الأمم الأوروبية البرتغال وإيطاليا في الوصول المباشر، وبكده هيضطروا ينتظر طبعا مباريات الملحق. يعني وفقا لجريدة The Guardian، في 10 منتخبات مرشحة بقوة للفوز بكأس العالم 2022، وهم البرازيل، فرنسا، ألمانيا، إنجلترا، إسبانيا، الأرجنتين، بلجيكا، إيطاليا، الدنمارك وهولندا. وطبعا بنتمنى لمنتخبنا الوطني أيضا التأهل لكأس العالم، وإن شاء الله يعملوا أداء مشرف. من اليوم السابع، 4 أندية بتحجز مقاعدها في ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الجولة الخامسة. يعني نجحت بالفعل 4 أندية في حجز مقاعدها مبكرا بدور 16 للنسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وده قبل انطلاق منافسات الجولة الخامسة اللي هتقام مبارياتها يوم الثلاث والأربع 23 و24 نوفمبر الجاري. وطبعا
على رأس هذه الأندية ليفربول، اللي طبعا نجمنا محمد صلاح محترف في صفوفه، والفريق طبعا قدر يفوز في أول أربع مباريات. كمان بجانب ليفربول قدر يحسم تأهله أياكس أمستردام، بايرن ميونخ، ويوفنتوس الإيطالي، لكن طبعا كلنا بندعم فريق ليفربول وبندعم نجمنا محمد صلاح. أخيرا من روسيا اليوم، بعد فوز برشلونة بشق الأنفس على إسبانيول، تشافي يطلب التعاقد مع مهاجم عربي. يعني بيأمل المدرب الجديد لنادي برشلونة تشافي هرنانديز استقطاب مهاجم جديد لصفوف فريق الكتالوني في سوق الانتقالات الشتوية في يناير المقبل. طبعا ده جاء ذلك بعد مباراة برشلونة الأولى مع المدرب ضد إسبانيول. المباراة كانت يوم السبت الماضي، ظهر فيها ان الفريق بيحتاج لقلب هجوم جديد في ظل غياب طبعا واصابه لاعبهم الارجنتيني سيرخيو اجويرو، اللي هتستمر لثلاث اشهر ويمكن كمان تؤدي لاعتزاله كره القدم بسبب مشاكل في القلب. يعني كمان كان ذكر ان تشافي وضع انظاره على المهاجم الجزائري الدولي بغداد بنجاح، المحترف طبعا في صفوف نادي السد القطري. ويعني طبعا حاجه جيده جدا الحقيقه لصوره اللاعبين العرب اللي بقوا محط انظار لكتير من الأندية العالمية. يعني دي كانت أبرز الأخبار. خلوني كمان أفكر جميع مشاهدينا بمباريات اليوم في الدوري المصري. يعني نادينا طبعا الأهلي هيواجه فريق غزل المحلة باستاد المحلة في تمام 5:30 مساء، أيضا بيراميدز هيواجه إسترن كومباني باستاد الدفاع الجوي في تمام 3:00 عصرا، سموحة هيواجه طلائع الجيش باستاد الأسكندرية في تمام 3:00 عصرا، الجونة هيواجه المصري باستاد برج العرب الساعة 8:00 مساء، واخيرا الزمالك هيواجه البنك الاهلي باستاد القاهره الدولي في تمام 8:00 مساء. يعني طبعا يوم حافل بالمباريات في الجوله الخامسه من بطوله الدوري المصري، لكن طبعا بنتمنى لفريقنا النادي الاهلي كل التوفيق في مباراته النهارده، ان شاء الله يقدر يفوز على فريق غزل المحله ويقتنص 3 نقاط جداد ويظل متربع على صداره جدول الدوري. يعني دي كانت ابرز واهم الاخبار من الصحف الرياضية. العودة لكم مرة أخرى في الاستوديو. مشكور الجزيل الشكر زميلتنا العزيزة هنا أبو قاسم على هذه التغطية، ونروح مع حضراتكم على أخبار الرياضة العالمية. تفضل. هنروح فعلا للرياضة العالمية، لكن لغرائب يعني الرياضة هنا وغرائب المباريات. المرة دي هنروح لنادي كونفينكا، وده بالدوري طبعا البرازيلي. وقع بطلها لاعب اسمه نيتو بيرولا خلال مواجهة فريقه ضد فريق آخر في الدقيقة تحديدا 39 من الشوط الثاني. بيرولا حصل على البطاقة الصفراء الثانية، فبالتالي في بطاقة حمراء طرد. هو أدرك بقى وقتها إن هو هيطرد، فراح يضرب الحكم، يعني مسكتش، راح يضرب الحكم واعترض على العقوبة. طيب هيجي تقول لي كده الكلام خلص؟ لا، الكلام برضو ما خلص. اللاعب راح للحكم مرة تانية وحاول ان هو يشتبك معاه لفظيا، وطبعا اللعيبة حاولوا ان هم يبعدوه يعني ويخرجوه بره الملعب، لكن هو كان متعصب جدا، وحتى كان ضربه او تعدى عليه كمان يعني ضربات بالقدم. يعني كان الموضوع غريب قوي، فكره هنا برضو عدم ضبط النفس في الرياضه، او يعني خلينا صوره مش واخدين عليها، فكمان مش محليا احنا مش واخدين عليها عالميا، فده شيء غريب شويه، بس كانت حاجه ناس كتير علقت عليها طبعا. واعتقد ان اللاعب ده مش هيعدي الموضوع كده بالنسبه له، اكيد هيتلقى عقاب يعني رادع زي ده اقل واجب. هو من وجهه نظره قال لك ايه، طرد بطرد بقى، طب ما اضرب الحكم بالبره قبل ما اروح. طب ما حدش يعمل كده فعلا، واكيد طبعا لازم هيكون فيه عقوبه رادعه. طيب دي كانت أخبارنا والفقرة الأولى. هنروح فاصل سريع ونرجع نكمل، وأولى فقراتنا الحوارية زي ما كنا بنقول لحضراتكم هنتكلم فيها عن البادل وأصل اللعبة دي. هي أصلها من المكسيك يعني، بس ليه انتشرت؟ ليه الناس بتحبها؟ إيه الفايدة وراها؟ كل الكلام ده بعد الفاصل. يا اهلا بحضراتكم، عوده من جديد ل 10 الصبح في الاهلي واولى فقراتنا الحواريه. وفي الفقره دي منورنا رئيس اتحاد لعبه البادل المصري تحت التاسيس، يعني جدير بالذكر. اللعبه ابتدت في المكسيك
في الستينيات، ثم تأسس الاتحاد الدولي سنة 91، وحاليا احنا عندنا اتحاد مصري تحت التأسيس وليه مشاركات قارية ودولية اكيد هنتكلم عنها وبالتفصيل مع كابتن احمد الغتواري رئيس اتحاد الفادر المصري وهذا الاتحاد تحت التأسيس. صباح الفل على حضرتك. صباح الفل عليكم. صباح الخير يا كابتن. ربنا. كابتن ومهندس ودكتور ولا لسه دكتور؟ لا في الطريق. بس في الطريق ان شاء الله بنحضر الرسالة باذن الله. طب نعرف الاول عنك كابتن احمد وبعد كده نخش بقى في البادل وتاريخها وغيره. خلينا نعرف عن حضرتك الاول. طيب انا طبعا بشكركم على الاستضافه الجميله دي، سعيد جدا بوجودي النهارده معاكم. انا احمد غتواري، انا مهندس في الاساس يعني، ولكن بعد الهندسه خلصت ماجستير في اداره الاعمال وفي نفس الوقت برضو في الابلايد ساينس، وحاليا بحضر رساله الدكتوراه، وحاليا يمكن رئيس اتحاد بادل تحت التاسيس. دي الحته كده بقى التطوعيه اللي احنا بنعملها حبا في الرياضه اللي احنا يعني مارسها. الموضوع ليه علاقه بعمل تطوعي اصلا؟ الموضوع كله تطوعي. احنا الرياضه دي انا ليا جزء ان انا نشات في اسبانيا، فهي الرياضه دي منتشره جدا في اسبانيا. فاحنا عندنا يعني الواحد عنده باشن كبيره جدا للرياضه، احنا برضو عيله رياضيه، فبس فيعني بنحاول ان احنا نساعد الرياضه دي في مصر ان شاء الله. جميل. هو الشيء الملفت للنظر فكره ان الاتحاد اتحاد هذه الرياضه بصفه خاصه ما زال تحت التاسيس، ومع هذا ليكم مشاركات دوليه وقاريه، فهل ده ينفع اساسا؟ يعني ده حصل ازاي؟ لا هو احنا بالنسبه لنا كده ولا كده، ان هو طبعا حته ان هو الاتحاد تحت التاسيس نظرا الى ان هو تاسيس اي اتحاد بيبقى ليه متطلبات كتيره جدا في اي مكان، يعني متطلبات عدد انديه، ومتطلبات عدد لاعبين، وان يكون عندنا موافقه الاتحاد الدولي وقصص كتيره يعني. ولكن احنا دايما بنسعى ان العالم كله بيجري، واحنا شايفين ان الرياضه بتكبر بصوره كبيره جدا، وحلم اي شاب ان هو يكون يرفع علم بلده، وان هو بمشاركات، وان هو يكون ليه دور كبير يعني على مستوى العالم في الرياضه دي. فاحنا الحمد لله اشتغلنا كفريق اتحاد تحت التاسيس، او اتحاد تحت التاسيس، ووصلنا النتائج. يمكن في اتحادات بتقعد زمن كبير ان هي توصل له، ولكن احنا الحمد لله في وقت قصير جدا انجزنا حاجات كتيره الحمد لله. طب نتكلم بقى عن البادل تحديدا، وهي اصلها مفروض في المكسيك. تمام. طيب الفكره برضو في المكسيك لو تطلع، لو عندك يعني ليه اصلا او ازاي ابتكروها، وبعدين لغايه لما وصلت بقى عندنا، وايه اكتر الدول كمان اللي عندها يعني طفره في هذه الرياضه تحديدا من ابطال وغيره؟ هي اللعبه بكل بساطه بدات عن طريق واحد اسمه ارجنتيني اسمه انريكو كوركويرا. ده كان رجل اعمال ارجنتيني، كان عنده بيت في ملعب رياضه اسمها الفرونتون، هي رياضه لا تمارس في مصر هنا ولكن مشهوره في المكسيك وفي دول الباسك. وكانت في حته اسمها اكابولكو، ودي مليانه جبال والقصص دي كلها. فهم كانوا بيعانوا دايما مع صحابه لما بيقولوا ان الكوره بتروح بعيد، يضرب الكوره بتروح بقى عند الجار بتقع. فمع الوقت ابتكروا حل ان هم يحطوا حيطه عشان الكوره، مجرد كان كل هدف الحيطه ان الكوره ما تبعدش. ولكن بطريقه ظريفه وطريفه، لا ان هم اصحابه وهم بيلعبوا بيرجعوا له الكوره بعد ما تيجي في الحيطه. فمن هنا بدات رياضه البادل، اللي هي دي الفكره البسيطه بتاعت الكوره. طبعا تطورت على مدار الزمان يعني، انتشرت بعد كده البرنس الفونسو اخذها لاسبانيا مربية. طبعا مربية من الاماكن السياحيه جميله جدا طبعاً. وواجهه سياحيه على مستوى العالم. فرجال الاعمال الارجنتينيين اخذوا اللعبه الى الارجنتين، ومن هنا تاسس الاتحاد الدولي للبادل سنه 1991. طيب احنا برضو عايزين نعرف حضرتك يعني تفاصيل الرياضه نفسها، اللعبه نفسها عباره عن ايه، ملعبها بيكون ايه؟ هي شبه التنس والرولز حاجه تسع يعني. هو الملعب 20 في 10، الفكره كلها ان هو في شبكه في النص برضو. الملعب يحاط باربع جوانب حيط وفي جزء منه سلك. السكورينج سيستم او احتساب النقاط بتاعه شبيه جدا بالتنس، او يمكن يكون مماثل للتنس بالظبط، اللي هو 15 لا شيء 30 لا شيء بالظبط كده، و30 لاف لحد الجيم وبعد كده السيت. الفكره الوحيده ان انت من حقك تلعب الكوره طول ما الكوره هتخبط في الارض الاول، فالكوره تعتبر ان اهم حاجه ان انت ما تلعبش الكوره وتخبط في الازاز او في السلك قبل الارض. حاجه برده ظريفه جدا ان انت لو عملت سماش مثلا والكوره طلعت بره، من حق اللعيب ان هو يطلع يجيب الكوره من بره طول ما الكوره ما نطتش مرتين على الارض. فهي لعبه فيري انترتيننج، او لعبه مسليه جدا، ويمكن عشان كده هي واخده اسباق او يعني عليها اقبال جامد، لان انت ممكن تمارسها باي سن. في ناس كتير عمرها ما لعبت رياضه مضرب ومع ذلك بيستمتعوا بيها. بس احنا ممكن يعني لا تسي لو واحد
مثلا السكواش اللي بيلعب سكواش ما يعرفش يلعب تنس، طب اللي بيلعب تنس يعرف يلعب بادل او سكواش يعرف يلعب بادل، يعني في حد ما بيعرفش يلعب بادل من الرولز؟ انا عايز اقول لك ان هي دي من ضمن حلاوه الرياضه. ان انا اشوف يعني انا يمكن شفت ناس عمرهم في حياتهم ما مسكوا مضرب والنهارده بيلعبوا بادل وبيلعبوا كويس، بيروحوا وبيمارسوا. هي رياضه، هي دي اللي هي جاذبه الناس كتيره جدا، بسبب ان هو انت يعني مثلا التنس انت محتاج يعني ليفل معين تكنيكلي او مستوى فني معين عشان خاطر تبدا تستمتع باللعب. معظم رياضات المضرب فيها فنيات عاليه، طبعا اللعبه فيها فنيات عاليه، بس انا بتكلم عشان تستمتع بيها على المستوى الترفيهي فهو موضوع سهل. هو مضربها اقرب لانهي اكتر، السكواش ولا التنس؟ لا بصي الكوره بتاعتها، بص هو بعيده جدا عن السكواش يعني. أوكي. هو حتى الكوره بتاعتها شبه كره التنس. اوكي. المضرب بتاعها، المضرب يعني بدا زمان خالص كان خشب، دلوقتي بقى فايبر، مضرب يعني ما فيهوش فتل زي التنس. اوكي. ولكن برضه هو اقرب للتنس، فهو اللعبه لو احنا هنشبهها لحاجه اكتر فهي اقرب بكتير للتنس من اي رياضه اخرى. ليه الرياضة دي لقت إقبال شديد يعني وجهة نظر حضرتك مؤخرا؟ يعني أنا أصحابي كلهم تقريبا رايحين نلعب بادل، رايحين نلعب بادل، أنا ما روحتش قبل كده، بس أصحابي كتير جدا بيروحوا، ناس كتير جدا، وعلى الفيسبوك بنشوف. فإشمعنا مؤخرا بقى فيه حب للرياضة دي تحديدا؟ أولا أنت لازم تبدأي تلعبي يعني. هو ده إيه ده الشرط الأول عشان أجاوب عليك. لا هو لا، اللعبة أظن أنا زي ما قلت لك هي أسباب مختلفة، من اهمها ومن ضمنها ان هي لعبه سهله الممارسه، ان انا بروح من اول مره ما بنبسطش، مش محتاجه بقى اكون بتمرن بقالي سنين ومش عارف ايه، يعني ممكن زي الراكت كده. الراكت بالظبط كده بالظبط. ولو انت برضو خدتي بالك ان الشعب المصري بطبيعته، يمكن الاسكندرانيه يعرفوا كده اكتر، ان احنا بنحب على اثنين من اسكندريه والله من احلى المحافظات يعني. والراكت كمان عند الاسكندرانيه ده موضوع ثاني. بالظبط كده، حضرتك هتاخدي بالك ان احنا كشعب احنا بنحب الرياضات اللي فيها مضارب، ان احنا كويسين في التنس طبعا، ممتازين في السكواش، في السكواش، الراكت في اسكندريه، نور الشربيني من عندكم انا عارفه. يعني احنا عندنا يعني مفيش شط يخلو من الراكت. صحيح. كره السرعه بتتلعب في مصر، يمكن في الدول، فاحنا بطبيعتنا شعب بنحب الرياضات اللي هي اللي فيها مضارب، فما بالك بقى رياضه فيها مضارب وسهله وكمان ممتعه، فطبيعي ان احنا نلاقي اقبال كبير من الشعب المصري يعني. طالما الاتحاد لسه ما زال تحت التاسيس، فانتوا اكيد بالتالي عاملين خطه ما لنشر هذه الرياضة في كل محافظات مصر عشان تكتشفوا بقى الناس المميزة ويشاركوا في منتخب في حال وجود منتخب للرياضة دي، أو لو هيكون ليه منتخب، ولا هي بتبقى رياضات فردية؟ لا في طبعا منتخبات طبعا. طب يعني ايه خطتكم لنشر الرياضة أكتر في مصر؟ طيب أنا عايز أقول لحضرتك إن هو إحنا يعني قبل ما أخش على حتة الخطة بتاعتنا بدأت من بدري، إن في مصر الرياضة كانت منتشرة بصورة كبيرة جدا بصورة ترفيهية. أوكي. يعني زي ما بنتكلم كده تعالوا إحنا نلعب بادل. كان الموضوع سوشيال أكتر ما هو موضوع تنافسي. إحنا كان عندنا رسالة مهمة جدا 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 نرسلها، إن إحنا الرياضة دي فيها جزء ريكريشنال ودي حتة مهمة جدا، ولكن فيها برضو جزء اللي هو جزء التنافسي. وليه؟ عشان احنا مهتمين جدا 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 بقطاع الناشئين، لان هو دوت المستقبل بتاع مصر. لو انت النهارده بالنسبه لنا طبيعي في اي رياضه بنلاقي ان الجاب كل ما بيكبر، كل ما السن بيكبر، كل ما الجاب بيكبر معانا. فلو احنا عايزين يكون لينا، وده هدفنا كاتحاد، ان احنا نلاقي في عدد سنين معينه ان مصر ليها ريبريزنتيشن او مصر ليها قياده على المستوى الدولي وليس فقط العربي والافريقي، احنا محتاجين نهتم جدا بالناشئين. فاحنا كانت اول خطه بالنسبه لنا ان احنا نشارك في مونديال الناشئين بتاع المكسيك اللي هو تم في شهر 9 اللي فات، وده كانت خطوة إيجابية قوية جدا جدا جدا، لأن احنا أول دولة عربية وإفريقية تشارك في مونديال الشباب. فده رسالة قوية جدا للأهالي إن الرياضة دي مش رياضة ترفيهية. وأهمية الرسالة دي إن حضرتك لما بتيجي تحط ابنك في أي رياضة بتحطه في رياضة أنت عندك أمل إن هو يوم من الأيام يكون مميز فيها وليه مستقبل. طب. فأنت مش هتحطه في رياضة ترفيهية. هي سو فار لسه يعني ما وصلتش الليفل التنس او السكواش، ولكن احنا ماشيين في طريق يعني. بالظبط كده، هي دي خطتنا كاتحاد. ان احنا النهارده توصلنا لاول مره مع الاتحاد الدولي ان احنا عاملين برنامج ناشئين على مستوى مصر كله ان شاء الله برعايه الاتحاد الدولي لتطوير الناشئين، اسمه The Road 1000 Juniors او الطريق الى 1000 ناشئ. النهارده بنطور مجموعه من المدربين عشان يبقى عندنا اكاديميات معتمده برضو من الاتحاد الدولي، والحمد لله برضو مصر اول دوله عربيه وافريقيه قدرت تحضر 15 او 20 مدرب من يعني مميزين من او معتمدين من الاتحاد الدولي، وان احنا برضو ننشئ زي سيركت كده دولي داخل مصر والبلاد العربيه لاعطاء فرص للناشئين وللكبار ان هم ينافسوا في بلادنا بدل ما يضطروا يسافروا في. حلو قوي. طب انا عندي سؤال، لان واضح كده ان البادل مش لعبه شعبيه،
هي لعبة إيليت شوية، خلينا نبقى صراحة يعني. فأنا علشان أقدر أوصل إن اللعبة دي تبقى مصر فيها عاملة يعني رانك حلو قوي، لازم أبتدي افتحها شويه او اعممها شويه. يعني لو انا سالت حضرتك مثلا هي بتتلعب فين، اكيد هتبقى في نوادي خاصه، حاجات اكيد مش في مراكز شباب. فازاي لو انا عندي خطه كاتحاد ان انا انشر اللعبه دي واتفوق فيها جدا، ان انا ما افتحهاش تبقى للعام؟ هل ده عشان مكلف ولا دي خطه موضوعه عن طريق سبونسرز هيساعدوا؟ يعني خلينا نعرف من حضرتك. بس هو كل رياضه ليها ديناميكيات مختلفه عن رياضه اخرى. طبعا رياضه البادل في اي حته في العالم بدات في الاليت. ليه؟ لانها رياضه نوعا ما وضع ملاعبها مكلف زي السكواش، ما هو يعني دي طبيعه اللعبه ما فيهاش حاجه يعني. بالظبط كده، فهي انت هي الرياضه ممارستها مكلفه شويه، ولكن احنا طبعا خطتنا كاتحاد ان اللعبه دي تنتشر في كل مصر، ويعني وما يكونش ليها علاقه سواء هي بالاليت او بالشعب. ولكن عشان نوصل كده احنا محتاجين مجموعه، زي ما بنتكلم كده، مجموعه اجزاء تتكون في السوق المصري او السوق الرياضي المصري عشان نقدر ننشرها في المستوى ده. اول حاجه بتواجهنا النهارده بالنسبه لك هو عدد الملاعب. عدد الملاعب هو اللي بيحدد عدد اللاعبين. فعدد الملاعب النهارده لسه ما وصلناش، يعني في مصر النهارده فيها 120 ملعب. احنا بنتكلم اسبانيا فيها 12000 ملعب. 120 ملعب في مصر كلها؟ في مصر كلها. عدد قد ايه في القاهره بس؟ القاهره اللعبه الاكبر، النصيب الاكبر. اظن هيبقى القاهره فيها اكتر من، يعني القاهره ممكن يكون فيها من 80-90% من الملاعب. بالظبط. فهو شيء طبيعي ان احنا شفناها حصلت في اسبانيا برضو، ان هي في الاول بينتشر على مستوى الاليت، وبعد كده بصوره او باخرى الماركت بيبريك، فبنحس ان هي بتنتشر على جميع. ممكن عارف يا دكتور تعملوا ايه؟ يعملوا اختبارات، يعني مش شرط ان انتوا لو عايزين كوادر وعايزين، فاحنا ممكن نعمل اختبارات للشباب في المحافظات المختلفه وينضموا بعد كده، من غير يعني كخطوه اولى قبل طبعًا. ما تبقى فكره حلوه. طبعًا. احنا النهارده بالنسبه لنا يعني الحمد لله وصلنا لمذكرات تفاهم مع اكبر الاتحادات اللي موجوده في العالم، وبناخد خبرتهم ازاي هم نموا قطاع الشباب. وان شاء الله من ضمن الخطط الموضوع ان هم هيبعتوا لنا خبراء من بره. الخبراء دي هتساعد في الكلام اللي حضرتك بتقوليه، ان احنا نقدر ان احنا هدفنا زي ما قلت لحضرتك ان احنا نبقى من الدول الرائده على مستوى العالم في الرياضه. فبناء على كده محتاجين، احنا شعب فيه 120 مليون وشعب فيه مواهب كتيره جدا طبعا، فطبيعي ان احنا هنستعين اكيد بخبراء بحيث ان احنا نقدر يكون عندنا الاختيار دوت من اللعيبه اللي ممكن في المستقبل تمثل مصر ان شاء الله في المحافل الدوليه. انا اتفاجئت اصلا ان في 120 ملعب بالمناسبه. انا فاهم ان الموضوع لسه ما انتشرش للدرجه دي، فدي بدايه. والله انا فاكر يعني الموضوع اقل من كده بكتير، فدي بدايه كويسه جدا. مبدئيا كده الفاندنج او التمويل هتعتمدوا عليه من خلال الرعاه ولا من خلال التنسيق مع وزاره الشباب والرياضه، ولا يعني موارد الاتحاد هتكون جايه منين؟ دي نقطه. النقطه الثانيه فكره اكتشاف المواهب، يعني هل الناس لازم هي اللي تسمع او تشوف الرياضه فتبدي يعني الرغبه في ممارستها ويتواصلوا معاكم، ولا انتوا كمان زي كره القدم كده ممكن يبقى عندكم في وقت ما زي الكشافين اللي اكتشاف مواهب زي ما انا كنت بقول له؟ انا ارد على طبعا الحته بتاعت اللي هي اكتشاف المواهب دي. انا زي ما قلت لحضرتك احنا النهارده الحاجه اللي بتخلينا نوعا ما مقيدين اللي هي حته عدد الملاعب. الملاعب ده النهارده الملعب الواحد بيتكلف مبلغ وقدره، يعني مش مبلغ بسيط. فعشان نبدا نكتشف المواهب او هم يبداوا يمارسوا الرياضه لازم. مين بقى اللي بيتحملوا بالمناسبه؟ في طبعا شركات خاصه النهارده مشاريع، ان هي النهارده بالنسبه له هو ايراد كويس، فالنادي بتحط ملاعب بحيث زي ما اي رياضه بتبدا ان انا بيحس ان في، سواء لو انا في نادي من النوادي المشهوره بحيث ان الاعضاء عايزين يلعبوا الرياضه، فانا كمجلس اداره بتاخد قرار ان انا احط لهم ملاعب عشان اضيف يعني الرياضه دي في النادي عندي من ضمن الانشطه. سواء انا بكون نادي خاص بحس ان هو في ناس برضه عايزين يلعبوا وهي ليها واقع او عائد مادي كويس، فبحط الرياضه دي اللي احنا بنسميهم اللي هو الفيرست موفرز، او اللي احنا بنتكلم الناس اللي هو زي ما البادل بدا في مصر. البادل بدا في مصر عن طريق ملعب واحد اتحط، عن طريق شخص يعني برضه احب اذكره اللي هو احمد بيسد دي، اللي هو النهارده شركه من احد الشركات الكبيره، مش هقول اسمها عشان ما تفتكرش ان انا بعمل دعايه يعني. فحط الملعب ومن هناك بدات، فهي الفكره كلها بتبدا ان هو الفيرست انتشرت يعني بشكل لقيت اقبال. بالظبط. الموارد الماليه احنا الحمد لله متكلمين مع رعاه معينين. انا عايز اقول لك ان كل الانجازات اللي عملناها اللي هي سواء كاس عالم المكسيك او سواء الكورس او سواء البطوله، احنا برضو نظمنا اول بطوله دوليه في قاره افريقيا، عملنا انجازات كتيره بدون ما نكلف الدوله. الانجازات دي كلها لسه الاتحاد كمان لم يؤسس. بالظبط كده، وبدون ما نكلف الدوله جنيه واحد. جميل. ده كله عن طريق ناس بتحب الرياضه وباشنت ليها. لا بنتمنى لحضرتك كل التوفيق ان شاء الله، تبقى دي بدايه اكتر من قويه الحقيقه. فطبعا بالتالي متوقع ان انتوا
تنشروا الرياضه اكتر في مصر، وان شاء الله موفقين. ربنا يخليك، ربنا يخليك. نورتنا يا باشمهندس ويا دكتور ويا كابتن. راجع بقى على اسكندريه على طول ولا يعني؟ لا بقى الواحد يعني يومين شغل كده هنا في القاهره. تنور القاهره ونرجع ان شاء الله. تنور القاهره زي ما نورتنا. واحنا ما نجيلك برضه يعني تورينا كده الاماكن الحلوه في اسكندريه. كريم بقى لي سنتين تقريبا، سنه ونص بقول له ما فيش. لا لا واكيد بص على بص تقعد بتطرطش تهب، ولا قالت لي ولا بره ولا الموضوع ده. والله دي اسكندريه دي جميله، هناخدك وهنروقك الشتاء اللي فعلا مش كل الناس واخدين بالهم من اسكندريه مشتى رائع اكتر من ما هي مصيف. لا والمره الجايه بقى نلتقي في ملعب بادل اكيد ان شاء الله. بجد نعمل ده والله، حتى ممكن ناخد الكاميرا ونصور هناك مع حضرتك، دي تبقى حاجه جميله يعني. نورتنا، انا بشكركم جدا، بشكركم ان شاء الله. هنطلع فاصل ونرجع نبتدي مع حضراتكم تاني واخر فقراتنا الحواريه في حلقتنا النهارده. اتفضل. مرحبا بحضراتكم في اخر فقره، وزي ما احنا عارفين النهارده عندنا مباراه الاهلي وغزل المحله بالدوري، كان عندنا منافسات بكره وبعده زي ما بيتقال كده ناريه في دوري الابطال، بجانب كمان طبعا قوه الدوريات الاوروبيه ومصير صلاح مع ليفربول وحاجات كتيره جدا جدا. خلينا بس نرحب في الاول بالاستاذ ايمن جلبرتو مدير تحرير يلا كوره، ونتكلم باستفاضه بقى. صباح الفل. صباح الفل عليكم، اهلا بيك. منور الدنيا، اهلا بيك. نبتدي بقى بأني ملف من الملفات اللي نهاود ابتدت تعدلها، اهلي ولا منتخب ولا دوري ابطال ولا الدوريات الاوروبيه المختلفه ولا محمد صلاح بصفه خاصه؟ نبتدي بالاهلي. الاهلي رقم واحد. كيف رأيت بداية هذا الموسم وأداء لعيبة النادي الأهلي وأداء بيتسو موسيماني كمان؟ طبعا لا، البداية مثالية حتى الآن، 4 انتصارات متتالية، حصيلة أهداف جيدة، منهم مباريات بتبقى صعبة أصلا على النادي الأهلي عموما عبر تاريخه، لأن المنافسين بيبقوا بيلعبوا بشكل دفاعي كبير جدا، زي مثلا مباراة المقاولين وزي مباراة البنك الأهلي. كانت طبعا مشكلة للأهلي الموسم الماضي مع البنك الأهلي مباراتين، فالأهلي قدر الموسم ده ان هو يكسر الحته دي. طريقه لعب جديده بنشوف بيها الاهلي برده مع بيتسو موسيماني، قدر ان هو يعني يغير بيها شكل الفريق، وكمان بتدي تنوع ان هو بيبتدي مثلا ب 3-4-3، بعد كده ممكن وقت المباراه تتغير ل 4-2-3-1، بعد كده يرجع تاني 3-4-3. يعني في تشكيله لطيفه من اللعيبه، وكمان طرق لعب جيده. اكيد لازم مع كل مباراه بيبقى في اخطاء بتتصلح، وده وارد، لان في الكره زي ما احنا شايفين وبنتكلم هنا دايما عن حتى الكره الاوروبيه، مفيش مثاليه، مفيش نادي بيعمل كل حاجه صح بنسبه 100%، ولكن الانتصارات دايما بتخلي تصحيح الاخطاء بيبقى بشكل جيد. وكان طبعا اهم ميزه في الموسم ان الاهلي بعد اول 3 مباريات، منهم طبعا مباراتين مهمين كان الاسماعيلي والزمالك، قدر ان هو يكسب ال3 مباريات وحصل التوقف الدولي، فكان في هدوء بشكل كبير. طبعا لو لا قدر الله كان في نتيجه ما مش جيده، كان ممكن التوقف الدولي يبقى فيه توتر، خصوصا ان عارفين ناس كتير بتحاول دايما هي تتصيد الاخطاء. ولكن اجمالا حتى بعد الاهلي لما رجع من فتره توقف، ورغم الاجهاد اللي كان على لعبته، مباراه المقاولين كان في اداء جيد جدا، كان في طرق لعب جيده. كانت المشكله ان يعني الجانب الهجومي ما كانش بيستثمر الفرص بشكل الامثل، يعني محمد شريف لو كان قدر في فرصتين اللي جول الشوط الاول خلص على طول كان يفتح الامور، ولكن ده وارد، وان شاء الله المباريات اللي جايه الاهلي يقدر يتدارك الامور دي. يعني ما هي دي النقطه اللي البعض كان مش بيبرر للشريف، بس بيتكلم ان ما هو ده لاعب، ولاعب برضو يعني مع المنتخب وفي اجهاد ولازم نحط في الاعتبار ده. يعني دي كانت التخوفات الموجوده عند البعض، واللي كانت برضو ادت لسؤال موسيماني، طب انت ليه ما بتغيرش، ما بتلعبش لعيبه غير اساسيه عشان تريح؟ يعني حاجه زي كده، او المشهد ده شفناه مع شريف ما كانش هيبقى موجود اصلا لو كان اللاعب في كامل قوته زي ما بيتقال. هل انت مع ام ضد؟ ده وارد مش وارد يعني برضو؟ اه طبعا وارد، لان احنا بنتكلم يعني المنتخب لعب مباراتين، منهم مباراه كانت يوم الثلاث، بعد كده اللعيبه بترجع النادي الاربع والخميس معسكر عشان مباراه يوم الجمعه، فطبعا ده وقت قليل جدا. خصوصا ان كمان لو بنتكلم يعني واحد زي يورجن كلوب، هو نفسه اشتكى قال لك انا بكره فترات التوقف الدولي، لان اللعيبه تلعب ماتشات مضغوطه وبترجع مصابه وبترجع مرهقه وبترجع في وقت ما بنلحقش. اذا امر طبيعي يعني، محدش يقدر يتكلم ان لا، او يطلب من موسيماني ان هو يريح اللعيبه الاساسيه او اللي هي تبع المنتخب ويلعب ناس. يعني الموضوع مش فرض، او زي ما بتقال ما فيش صح وغلط في ده يعني. لا طبعا، هو الفكره كلها ازاي اداره
المجموعه، لان برضو الروتيشن ليه اسلوب، ما هو الروتيشن الكتير او التغيير الكتير ممكن صحيح. يبقى ليه اثر سلبي على الفريق، خصوصا ان ممكن بعض اللعيبه تكون لسه محتاجه يعني وقت مع وقت عشان خاطر تقدر تخش في المباريات، خصوصا ان برضو الجدول مشكلته ايه، ان الانديه بتلعب مباريات مضغوطه بعد كده بتقعد فتره أيوة. طويله، سواء توقف دولي او بعد كده في كاس العرب بعد كده ترجع تلعب مضغوط صحيح. فالنهارده في ناس بتبقى غايبه، فعشان تدخليها في المباريات الامر ده ما بيبقى ليه حساباته يعني. اهم حاجه ان احنا دلوقتي بنتكلم عن ماتش النهارده، احنا عندنا قائمه الاهلي بلا اصابات الحمد لله، قائمه كامله وفي نفس الوقت احنا يعني لو هنتكلم على الترتيب 12 نقطه محل 8، احنا الاول هم الرابع، ولكن ما زال الموضوع يعني في برضو قلق. المره اللي فاتت احنا خسرنا يعني على يعني اكيد فاكر في في العوده، فيعني اكيد ده مش عايز يتكرر، اكيد غازي المحله عنده برضو فكر عايز يضغط بيه على الاهلي، فسير المباراه برضو كابتن ايمن بتشوف هيبقى لصالح مين حتى في الدقائق الاولى؟ هي مشكله دايما المباريات المحله هي الملعب، لان الملعب صعب شويه معروف تاريخيا يعني، حتى دي مش حاجه جديده طبعا. الاهلي حتى يعني الواحد وهو صغير لما كان يتفرج ماتشات المحله ساعات كانت بتخلص باهداف غريبه، اللي هو يعني واحد بياخد الكره ويجري يرفع اوفر فلافيو يطلع يلعبها بدماغه، كره بتبقى رايحه حته، كابتن سيد عبد الحفيظ مره عمل جون برده كده من الاجوان الجميله. فهي ماتشات دايما المحله في الملعب ده بيبقى صعب نتكلم في فكره ان اللعيبه المهاريه والتحركات والباسنج والحاجات دي بيبقى ليها اسلوب ممكن يكون اقرب للطرق اللي ممكن تلعب بيها بعض الفرق الافريقيه في ملاعبها. يعني مثلا الاهلي العام الماضي او الموسم الماضي في دوري ابطال افريقيا كان ماتش فيتا كلوب، كان بيلعب في ملعب صعب جدا، قدر يتعامل مع هذا الموقف. فهل الظروف تقدر تخدم الاهلي النهارده ان هو مثلا يتعامل مع ملعب المحله بهذا الشكل ام لا؟ اعتقد موسيماني من المفترض طبعا هو كان ليه تجربه الموسم اللي عبر التاريخ، المشكله دي ما زالت قائمه يعني، هي بتبقى ساعات يعني امكانيات مش محتاج عبقريه قوي، المشكله في ارضيه ملعب كل الفرق بتشتكي منها وبتشكل ظاهره تاريخيه على حد تعبيرك، طب ما نشوف حل، ما نتدارك هذا الامر يعني. في الاخر ما بنقدرش تجبر صاحب الملعب او صاحب الاستاد ان هو في معايير معينه لازم الملعب يكون طبعا يعني، لكن حتى لسلامه اللاعبين ما هي المفروض، بس هيجي يقول لك ممكن امكانيات ان عشان تغير النجيله بالكامل او تغير سيستم الاستاد بالكامل ده بيحتاج مصاريف كتيره، ممكن تكون النادي او الشركه ما تقدرش عليها فبيتعاملوا بهذا الشكل، او بالنسبه لهم هم الملعب معتادين عليه. في يعني في ملاعب كتيره بتبقى بالنسبه للانديه بتاعتها هي فرصه ان هم يقدروا يكسبوا عليها فبيستغلوها، يعني عاملين كمين للفرق المنافسه حاجه زي كده يعني الملعب عموما يعني طول عمرنا الناس لما بتروح المحله بتشتكي من ارض الملعب يعني مش من حاجه، بالعكس ادعى ان الموضوع يتحل. طيب على كل حال تعال نروح لنقطه ثانيه برضو من ضمن الامور الملفته للنظر، طبعا احنا متفقين وقلنا حتى ده بشكل ما في بدايه الحوار ان مفيش فريق بيفضل مكمل على نفس المستوى، مفيش فريق مبقاش عنده غلطات ما الى اخره. طيب دلوقتي من الامور الملفته جدا للانتباه او للنظر ان انت تلعب مباراه قويه جدا مع فريق قوي ومنافس عنيد وعتيد زي الاسماعيلي وتفوز بسكور، وتيجي الماتش اللي بعد منه البنك الاهلي تجيب جول يتيم شويه، وتلاعب فريق زي الزمالك وتفوز عليه بسكور، وتيجي المباراه اللي بعد منها المقاولين العرب تجيب هدف يتيم. التذبذب ده منطقي؟ هل دي ظاهرة صحية؟ ده عادي وارد ولا شيء يستحق التوقف عنده وتأمله؟ لا هو وارد طبعا، بس بسيناريو الماتشات اللي احنا بنشوفه من المفترض ان نتائج الماتشات دي كانت تبقى اكبر من كده. يعني مباراة المقاولين العرب الاهلي كان عنده اكتر من فرصة الشوط الاول ان هو يحرز اهداف، منهم كورة جت في القائم، في كورة الحارس تصدى ليها، وفي فرصتين كان لمحمد شريف، يعني كان التعامل مع الكره ما كانش بالشكل الامثل. فهنا بنتكلم في اربع فرص محققه للتهديف، لو سجلت منهم هدفين فانت فتحت الامور، لان الفرق اللي زي المقاولين وزي البنك الاهلي وحتى المحله، بس يمكن المحله على ملعبه شويه بيحاول ما يبقاش دفاعي اللي هو الدفاع القاتل، لا بيقدروا يهاجموا وبيبادروا لان هم بيبقوا حافظين الملعب بتاعهم طريقته. فالمباريات اللي زي دي الفرق بتتكتل قدامك بشكل كبير، بيحاولوا يلعبوا دايما على حاجات مرتدة، فانت عشان تفك التكتل ده بتحتاج ان انت تستغل فرصه واحده مبكره عشان الفرق اللي قدام تبتدي تفتح. لو راجع البنك الاهلي والمقاولين لو بنتكلم على الموسم ده هتلاقي ان هم بيضيعوا وقت بشكل عادي جدا طول ما النتيجه 0-0، بمجرد ما الاهلي بيسجل
شفت المقاولين العرب كان في مثلا كابتن علاء عبد الغني بينفعل في الكوره ان ازاي الاوت ما بيتلعبش بسرعه، مع ان مثلا هم كانوا بيلعبوا باريحيه جدا، ضربات المرمى ورميات التماس والفاولات وكل ده طول ما النتيجه 0-0. فانت لما بتسجل في الفرق اللي بتلعب دايما قدامك بتكتلات دفاعيه قويه، بتسجل بدري من فرصه، هم نفسهم بيبتدوا يتحرروا هجوميا، فبالتالي المباراه تبقى اسهل. لكن الزمالك والاسماعيلي هم فرق في الاساس مش بيعتمدوا على هذه التكتلات وبيلعبوا جيم مفتوح طبعا. فالامور بتبقى يعني مين اللي هيستفيد الاول من الاخطاء يعني. كويس جدا. احنا علشان الوقت هنحاول نروح لحاجات تانية، نروح للدوري احسن الانجليزي وبعد كده نرجع تاني للمنتخب يعني مع بعض مش هندوخ يعني. طيب خلينا نروح دلوقتي والدوري الانجليزي ومانشستر يونايتد تحديدا والاحداث الاخيره اللي هي يعني مثيره للجدل، وصل ورحيل سولشاير، طب مين هيجي بعد كده، الاسم المطروح زيدان، طب هل زيدان اصلا هيوافق ولا لا، احنا عارفين ان زيدان عايز اصلا يدرب المنتخب الفرنسي، طب هل زيدان في الفتره العصيبه لمانشستر يونايتد اصلا بيمر بيها ممكن ياخدها كتحدي ليه وحاجه تكون ادفانتج زي ما بيتقال، ولا الوضع ازاي؟ يعني هو مانشستر طبعا قرار اتاخر، البعض بيقول ان هو اتاخر في الموسم ده مرتين، مره بقى بعد ماتش ليفربول ومره بعد ماتش مانشستر سيتي، والبعض الثاني بيتكلم ده متاخر سنه على الاقل، ان هو كان على الاقل من بدايه الموسم اللي فات كان لازم يبقى فيه مدرب جديد. للاسف هنا بنتكلم عن طريقه الاداره، اداره مانشستر يونايتد ادارت هذا الملف بشكل سيء على مدار سنين في التعامل مع المدربين. في بنتكلم في اربع اقالات، يعني سولشاير ده الاقاله رقم اربعه من بعد فيركسون، وكلهم بيدفعوا ملايين الدولارات كشروط جزائيه للمدربين، ومانشستر يونايتد بقاله بنتكلم من بعد نهايه فيركسون لا بيكسب دوري ابطال ولا بيكسب دوري انجليزي. فالنهارده لا، سولشاير ده قرار من المفترض ان هو سليم ولكن متاخر. طب البدلة، اعتقد البدلة كلها المشكله ان ده منتصف موسم، الوحيد المتاح كاسم زي ما حضرتك قلت كده هو زيدان. ليه؟ لان الراجل ما بيشتغلش ومريح، فهو الوحيد الاسم لو اسم لو هيجيب مدرب كبير في وسط الموسم هو ما فيش غير زين الدين زيدان. اي حد اسم تاني لازم يستنى. بس هي النقطة مش هنا كابتن أيمن برضه، يعني احنا زي ما حضرتك بتقول دي الإقالة رقم أربعة، طب هل أنا عندي مشكلة في فكرة اسم المدرب أو إمكانياته، ولا أنا عندي مشكلة في الفريق نفسه؟ يعني أنا لاعب جبت أحسن لاعب في العالم كريستيانو رونالدو ولكن الأداء لم يتغير، ففي حاجة أو في مشكلة مع مانشستر يونايتد، وأنا حميل للتحليل ده يعني إن المشكلة مش في الإدارة، المشكلة في اللعيبة نفسهم، في حاجة مش مظبوطة مش في الجهاز الفني فقط. في طريقة إدارة الفريق نفسه، يعني النهاردة من بعد فيركسون هو لما بيتعاقد مع مدربين هو نفسه تايه، انت عايز مدرب يعمل ايه؟ لان برضو فيركسون لما نتكلم واحد قاعد مدرب 27 سنه مع نادي، ده رقم يعني. احنا هنا جوزيه لما قعد مع الاهلي اربع سنين طبعا. الناس كانت بتتكلم ما بعد جوزيه، هو رغم انه قعد اربع سنين لكن ده راجل قعد 27، يعتبر شيخ مدربي يعني انه قاعد سنين طويله. فده راجل قعد 27 سنه وشاف كل حاجه في مانشستر، هم ما جربوش مدرب مين تاني غير فيركسون. فهو النهارده المشروع اللي هو بيعمله ايه؟ هو لما جاب حتى لويس فان جال وغيره وغير طريقه اللعب وابتدى يجيب لعيبه الدنيا تاهت، وكان مانشستر يونايتد بيجيب صفقات بملايين، يعني بيصرف كل موسم كان غريبه جدا، ما هي دي النقطه الغريبه، 200 يعني. مليون استرليني مثلا على الصفقات. فالنهارده هو كل فتره المشروع بتاعه نفسه بيتغير، فهو مش قادر يحط ايده على انا النهارده عايز ايه. طب ما انا عندي لعيب، مانشستر يونايتد عنده القايمه مميزه جدا، ولكن كل ما يجيب مدرب مش قادر يدير العمليه دي. فالنهارده وصل ان هو سولشاير قعده ثلاث سنين لمجرد انه اسطوره النادي، ولكن المحصله صفر. تعالى بقى نروح لابننا محمد صلاح. وكلام كتير دار في الفتره الاخيره على مساله ان محمد صلاح هيكمل في ليفربول ولا مش هيكمل في ليفربول، هل ممكن يلاقي نفسه في دوري مختلف الفتره الجايه زي الدوري الاسباني او الدوري الايطالي؟ كلام كتير، انت شايف وضع محمد صلاح في ليفربول ووضعه في الدوري الانجليزي عموما حتى هذه اللحظه عامل ازاي؟ يعني محمد صلاح هو ايكون من ايقونات دلوقتي الدوري الانجليزي، هو وليفربول الاثنين متمسكين ببعض، ولكن هي الخلاف المقابل المادي او الراتب السنوي هيبقى عامل ازاي؟ محمد صلاح حاليا وصل لمرحله من النضج، ان الناس كانت بتتكلم يقول لك كان في فيديو لاحد المنظمات اللي هو كان يعني بيتعاون معاها واطفال بيسالوه، فواحد بيساله بيقول له انت هتروح فين بعد ليفربول؟ فقال له والله ما مش عارف، انا قاعد وما فكرتش في الموضوع ده. فهو الناس الصحافه حتى كانت ده بيقول تصريح عفوي
او حاجه لا اراديه. هو لا، هو صلاح اكيد قاصد يوصل مسج معين، لانه عارف ان كل كلمه بيقولها باي لغه في العالم هي بتوصل وبتوصل للاداره. فهو مسج ان انا مش عارف مستقبلي مع ليفربول، انا مبسوط ومكمل، ولكن انا مش عارف ايه اللي ممكن يحصل. صلاح عايز يوصل اكبر استفاده ممكنه. وارد ان ده يكون التمديد اللي هو كاكستنشن للتعاقد الاخير، اللي هو عقده يخلص في 2023. ممكن لو اتمد 3 سنين كمان او 4 سنين كمان يكون ده اخر تمديد ليه مثلا بشكل كبير مع ليفربول. فهو عايز يوصل لاقصى استفاده ممكنه واعلى راتب ممكن يوصل له، خصوصا ان موجود زي كريستيانو رونالدو هو على سقف الرواتب طبعا في البريمير ليج، لانه بياخد مرتب كبير جدا. كمان في الفريق معاه فان دايك يعتبر حاليا بعد اعتقد التجديد هو اعلى من صلاح. فصلاح طبعا ككونه ايكون لليفربول وواحد من اهم اللعيبه في العالم، وهو يعني هو مؤسسه زيه زي رونالدو وميسي، فلازم عايز الراتب بتاعه يبقى يعني حاجه كبيره زي الناس دي عشان خاطر ان هو يكمل في المسيره بتاعته. رونالدو راتبه هو الاكبر في الدوري الانجليزي اكيد، لكن هو متعكن باللي بياخده ده، لان هو عادي يعني ما شافش خير من ساعه لما جه. يعني مشكله زي طبعا. ما بنقول هي دي المشكله دايما، انت عندك نجوم ولكن هي مشكله اداره النجوم. فريق زي مانشستر يونايتد اكيد مستواه ما ينفعش ان هو لما يلاعب فريق زي واتفورد ايا كان ان هو يخسر 4، ده يبقى السهل بتاعه، ان هو يخسر 5 من ليفربول بسهوله، بعديها يخسر من سيتي، ان هو دايما يبقى الخساره دي حاجه سهله، خصوصا ان كل المنافسين حاليا في انجلترا او الجماهير حتى لمنافسه لمانشستر يونايتد بتتكلم من خساره اقاله سولشاير، دي خساره بالنسبه لهم، لان مش هيلاقوا مانشستر يونايتد في وضع اسوء من كده. لا صحيح، بس بالنسبه لصلاح يعني يقال ان لو هو جدد فعلا مع ليفربول ده هيكون العقد الاكبر قيمه، بنتكلم في يعني في تاريخ الدوري الانجليزي. ما اعرفش برده الكلام ده سليم ام لا، اعتقد هو ممكن يبقى في تاريخ ليفربول، في تاريخ الدوري الانجليزي يعني ما اعتقدش. مين اعلى يعني؟ اعتقد حاليا لسه كريستيانو، اعتقد هو اقل. كريستيانو بياخد 500,000 استرليني في الاسبوع تقريبا، او اقل اعتقد، اقل شويه، لان ممكن يكون فيها ضرائب. لا حرام، لا تاني اعلى، تاني 500 اصل، يعني كريستيانو حياته يعني هو راجل 500 واحنا يدونا ال 10 اي حاجه اي حاجه هنبقى مبسوطين بيها جدا، كنا احنا الثلاثه يعني. بقول لك ايه، طب ما تطرح اسماءنا احنا الثلاثه كمدربين مرتقبين لمانشستر يونايتد. والله شوف يا جماعه محتاسين، مفيش غير زيدان لو نمسك مرافقين نمسك يعني حتى نفضل قاعدين نمسك السوشيال ميديا عندهم بس. طيب كابتن ايمن، الارقام دي في اوروبا يعني حتى دلوقتي في تقنين، لكن انجلترا هي حاجه استثنائيه. يعني في اسبانيا حتى بيحاولوا يقللوا، عشان كده صلاح نفسه هو حابب يفضل مكمل في ليفربول، لانه عارف انه حتى عشان يروح انديه ثانيه في الوقت الحالي مش هيوصلوا له اللي هو محتاجه، وليفربول اعتقد هيوصلوا لمرحله وهيتمسكوا بيها. هيبان طبعا الفتره اللي جايه، بس انا وكريم بقى عايزين نروح معاك لبعض المدربين ونعرف كده مستقبلهم. يعني نتكلم هنا، احنا جبنا لك تحليل بقى، احنا مش سهلين بره مدربين الراحلين عن الفرق بتاعتهم حتى الان. نتكلم عن كومان راح خلاص عن برشلونه، واعتقد ده كان برضو خطوه متوقع. سليمه او كان متوقع، احنا اتكلمنا مع بعض متوقع. هنا برضو سولشاير ده الى حد ما كان كفى بتميل ان هو متوقع، وكفه ثانيه بتقول لا كانت لاسباب ماليه. يعني زي ما حضرتك ذكرت، الناس كانت مش متوقعه ان هو هيغادر بالسرعه دي علشان لا يتحمل مانشستر يونايتد تكاليف بالزبط. ماليه هو ربما مش قادر عليها دلوقتي. يعني زين الدين زيدان زي ما احنا قلنا المرشح. بنتكلم برضو عن مصير أنشلوتي وريال مدريد، بتتوقع ايه؟ يعني انا اتوقع ان هو هيكمل لاخر الموسم، لغايه اخر الموسم، لان الامور في ريال مدريد هاديه. هو هيحاول ياخد الدوري الاسباني، ممكن لو ما خدش الدوري الاسباني يبقى فيه بديلي، ولكن أنشلوتي دايما يعني اي حد بيتكلم دايما أنشلوتي من المدربين اللي اي رئيس نادي يحب يتعامل معاه، خصوصا رؤساء الانديه اللي من نوعيه بيريز، لانه رجل مسالم جدا ما بيزعلش حد. اللعيب ما فيش لعيب نفتكر في التاريخ ان هو طلع قال ان عنده مشكله مع أنشلوتي. صحيح. فهو موجود، هو أنشلوتي ما بيمشيش الا مع ضغوطات جماهيريه رهيبه واوضاع استثنائيه كده اللي هي تخليه لازم يمشي من المكان اللي هو فيه، لكن غير كده انا ما اعتقدش ان ريال مدريد حتى في وضعه الحالي ماديا ان هو يمشي أنشلوتي وهيكمل. أنشلوتي يعني ما بيمشيش، لا هو راجل مسالم جدا يعني، ما في يعني زي ما بقول لك ان مفيش قوه بتحركه بالمكان، هم بيمشيش لما الناس انتوا مش عايزيني خلاص، لكن هو نفسه هو راجل بيشتغل وهادي، الناس نفسها بقول لك اللعيبه يعني مفيش لعيب كبير اشتكى من أنشلوتي، مفيش رئيس نادي اشتكى من أنشلوتي، راجل تعامل مع برلسكوني وجلياني وبيريز وراح باريس سان جيرمان وبايرن.
حياته لطيفه وراح تشيلسي، يعني هو الامور عنده كل لطيفة. حاجه تقريبا يعني هو ضرب في كل حته، وهتلاقي دايما برده عدد بطولات الدوري بتاعته قليله مش كتيره، لان هو تخصص تشامبيونز ليج اللي هي الحاجات المجمعه السريعه دي، هو بيعرف ازاي يديرها بشكل كويس. ولكن في الدوريات دايما بيتقال ان هو النفس الطويل ده مش يعني في الدوري الايطالي، قعد سنين طويله في الدوري الايطالي، خد دوري واحد مع ميلان، فده كانت دايما دي نقطه سلبيه بتتقال في تاريخه، ولكن هو من المدربين اللي الناس كلها بتحبهم. يعني تعال بقى نروح لمنتخبنا، وهل يا ترى الفتره اللي جايه احنا بنتكلم في حوالي 4 شهور بتفصلنا ما بين يعني بتفصل ما بيننا وبين الامم افريقيا اللي في يناير والمباراه الفاصله في مارس، هل ال4 شهور دول هيكونوا فتره كافيه لكيروش لتدعيم فريقه لإلقاء يعني نظرات كده على المباريات المختلفة اللي ممكن من خلالها ياخد لعيبة ما كانش واخدهم في الحسبان الفترة اللي فاتت؟ هي فترة كافية جدا طبعا لأي مدرب في المنتخب. الدوري يعني شغال، كمان هو عنده دلوقتي فرصة بنتكلم فيها اللي هي بطولة العرب، ان هو هيقدر يشوف على الأقل 50% من قوام المنتخب الرئيسي موجود معاه، بجانب اللعيبة اللي هو ضمهم صغار السن أو لاعبين شباب، عشان لو احتاج حد منهم في المرحلة اللي جاية هو اللي هيغيب عنه الخمس محترفين اللي هم أو الست محترفين اللي الأسامي يعني ما بتخرجش منهم، سواء مصطفى محمد، مرموش، صلاح، النني. بس في عودة تريزيجيه ومرموش خلاص بنتكلم. يعني تريزيجيه بس أعتقد تريزيجيه يعني محتاج إن اللي هو إيه يعني في الفترة دي إن هو يلعب عدد ماتشات كبير، أو عشان حتى نقدر نبقى مطمنين عليه لأن إصابته كانت صعبة. فكيروش هي الوقت نفسه، لا الوقت متاح، لكن هي النهارده هل الورق نفسه هيبقى لما نوصل لشهر مارس اللعيبه هتبقى كلها جاهزه في كامل جاهزيتها؟ التصنيف الثاني خلاص احنا مصر اكيد بنسبه 100% في التصنيف الثاني، صعب جدا التصنيف يتغير، فبالتالي انت عندك الجزائر، عندك نيجيريا، السنغال، الجزائر متالقه جدا بصراحة. طبعا يمكن في اخر الماتشات يعني اخر ماتش لو شفنا ماتش الجزائر وبوركينا، الجزائر نفسها لما بتوصل لمرحله كانت قلقانه، فكان بوركينا اصلا تقدر تخطف المباراه. نيجيريا ما هياش المنتخب المرعب اللي الناس برضو يعني او اللي كانت عليه قبل اللي كانت عليه زمان طبعا. فهو القصه كلها في الجزائر، عشان قصه شمال افريقيا ان هم كمنتخب اسماء تقيله جدا، ممكن لما يوصلوا لمرحله زي المرحله الحاسمه الفريق يتحول. تونس لان منتخب الحظ دايما بيبقى مبتسم ليه بشكل كبير، وهم برضو منتخب جيد. المغرب برضو عندها اسماء جيده، فالموضوع هيبقى صعب، ولكن الماتشين دول بيعتمدوا ان انت ازاي تقدر تخطف المباريات دي. فهل كيروش بقى عنده دلوقتي كاس العرب، هو هيشوف فيه مجموعه اللعيبه اللي احنا بنقول المحليين اللي هم موجودين هنا في الدوري، تقريبا 50% من قوام المنتخب موجود معاه، هو هيبتدي يجهزه. عنده كمان اسبوعين، وعنده بعد كده هيبقى كاس الامم، يعني في اسبوعين استعداد لكاس الامم، وطول كاس الامم هيبقى معاه القوام الرئيسي. فكل دي المفروض ان هي تبقى فرصه بالنسبه له ان هو يوصل شهر مارس يكون بنسبه 100% حاطط ايده على المجموعه اللي هتلعب المرحله الحاسمه دي. والتأهل انا مش شايف ان الموضوع صعب للدرجه اللي ممكن البعض يصور ان هي مستحيله، لان برضو احنا ده منتخب مصر، يعني ان لو هنحط منتخب مصر ان هو في فرصه مستحيله للتأهل لكاس العالم، اعتقد دي تبقى مشكله كبيره جدا احنا بنعاني منها. التصنيف بيحتاج لها بوادر وارهاصات لغايه دلوقتي، حلوه ارهاصات جامده جدا، وخدت الحلقه في حته ثانيه خالص، تنفع مع كونتنت الف استميني بتاع انا مش عارف، انا مش مصدق انا قلتها ازاي الكلمه. لا يعني هي البوادر، ما اقدرش اقول ان البوادر مش وحشه، يعني برضو طول ما انت بتكسب الامور بتبقى هاديه. هو الراجل خلاص تاهل للمرحله النهائيه، الناس كانت مستنيه اداء، طب الاداء مش افضل حاجه، الاداء ده من المفترض ان هو يحط ايده على جزء منه في كاس العرب، ويبقى يعني كاس الامم المفروض اداء المنتخب يبقى يعني سليم بنسبه 90% او 80%، لان ده دي بطوله المنتخب من 2010 نتكلم في 10 سنين او 11 سنه بعيد عن ان احنا نتوج بيها. حتى لما تاهلنا نهائي مع كوبر ما حالفناش التوفيق، ولازم نمسح الصوره الكارثيه اللي كنا عليها في 2019 هنا في مصر. فلازم يبقى في اداء في كاس الامم، وده هيبقى مؤشر مش اكيد للي هيحصل في كاس العالم، لان برضو زي ما نقول انت لما توصل لمارس الله اعلم مين جاهز مين مش جاهز، الله اعلم المنافسين نفسهم مين هيبقى جاهز ومين مش جاهز. القرعه نفسها هنشوفها في ديسمبر هتبقى عامله ازاي، فكل دي
حساباتها اتغير، ولكن المنتخب عنده فرصه 50% انه يبقى في كاس العالم. اي حد شايف ان المنتخب اقل من 50% يبقى دي كارثه، لان كده هنبقى احنا يعني وضعنا صعب جدا يعني. يعني ربنا يستر. بس هنتكلم في النقطه دي لما نرجع. هنروح فاصل سريع جدا وهنرجع نكمل مع حضراتكم.